مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق، وأخيرا صدرت الأحكام فيما يخص موضوع باب دارنا. مشاهدينا الكرام، معايا أخت مالكة والأخت أمينة، ضحايا باب دارنا اللي القمة القمة في المعاناة. هذا الملف عاشوا فيه هاد الناس. غادي نشوف مع الأخت مالكة الموضوع. أختي، سمعتي الأحكام؟ كاين عقوبات سجنية، كاين مطالب صدرت فيهم محكمة انه رجعوا لكم اموالكم والتعويض. كيفاش كتشوفي الامور؟ بالنسبه لنا حنايا المحكمه دارت خدمتها، حكمت على المتهمين، حكمتنا بتعويضات الاموال. ما سمعتش مزيان واش حكمت بالرجوع ديال الاموال ولا 100% تكون حكمت بالرجوع ديال الاموال. كتبقى هنايا قضيه واحده اخرى اهم، محكمة سالت خدمتها، كتبقى المؤسسات. حنا ما تنصبش علينا ومشينا قلبنا على الوردي. حنا نهار اللي شرينا شفنا لي بوبليسيتي في الزنقه، شفنا الاشهارات في التلفزيون، شرينا معارض دوليه، لا الناس اللي هنا في كازا ولا الناس اللي برا. راه القليل اللي يعرفوا الوردي هكا بصدفه عن طريق شي واحد، ولا كاملين شفنا لي بوبليسيتي ومشينا عنده، ما قلبناش حنا عليه. حنا مشينا من واحد الشركه اللي سميتها جروب باب دارنا، عملنا معاهم لي كونترا، جوزنا المقاطعات عندها نوتير، اكثر من نوتير. فين غيقدر الواحد يثق اكثر من نوتير؟ دابا حنا ضحايا باب دارنا، حنا المحكمه سالت خدمتها، حكمات عليهم بالحبس. اش غنقول لك؟ حكمات عندنا بالتعويضات. ما كنظنش ان التعويضات عاد تخلص، حيت السيد ما ولا عنده شي حاجه راه مخبيه، يعني ما كاينش فلوس اللي باينه ولا لقاو له شي فلوس. ولا حكمتنا بتعويضات، حكمتنا بتعويضات على الضرر ديال 3 سنين، وحنا ماشيين مجيين المحكمه. فيها ناس ماتوا، فيها ناس تشردوا، فيها ناس مرضوا، فيها ناس صافي يئسوا من بلادهم كاع. راه فيها 60% ديال الجاليه المغربيه اللي شرات معارض برا. هاد السيد راه نصب حول العالم. حنا عندنا خريطه الضحايا، عندهم خريطه فاش من الدول اللي نصب فيها. كنطلبوا من المؤسسات ان كيما عاونت الوردي ينصب على ضحايا باب دارنا، تعاوننا باش ترجعوا الفلوس ديالنا. هاد السيد ما يمكنش هاد الفلوس كاملين كامله ترشها كامله. ما هادي هو اليوم كيوقف بغرض المحكمه كيقول لهم انا بغيت نعمل، تسمح لي المحكمه باش نعمل وكاله لواحد السيد اللي يتفاهم مع الضحايا. شوفوا لنا طريقه كيفاش يتفاهم مع السيد مع الضحايا، حيت الضحايا باش تحس راسها بانها صافي راه وصلت الحق ديالها، هي باش ترجع الاموال ديالها. راه ماشي غير حنا اللي كنقولوها، النيابه العامه قالتها مره اخرى، الضحايا كاملين كيقولوها، وهذه هي الصراحه. دابا كنطالبوا بالمؤسسات اللي عاونت الوردي انها تساعد الضحايا. وعندي طلب مهم واللي كيطالبوها الضحايا من النهار الاولى اللي تشد الوردي، ولكن دابا وصلنا لواحد اليقين ان الا ما عاوناش سيدنا نصر الله باش نسترجعوا هاد الضحايا باب دارنا فلوسهم، راه ما عرجعوهاش. مادام الفرقه الوطنيه عملت البحث ديالها، والنيابه العامه عملت البحث ديالها، والشرطه القضائيه عملت البحث ديالها، ما وصلوش لشي فلوس، خص اوامر ديال سيدنا هو اللي يقدر يحلنا هذا المشكل. هذه الصراحة اختي. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، شوفوا الاخت امينة. وحتى لا اكرر ما قالت صديقتي، فحقيقة هذا الشيء اللي صدر في هذا الحكم هذا ما عجبناش كضحايا، ما عجبناش الحكم ديالو. حنا لا يهمنا ان يحكموا عليه او يخرجوه او يعدموه. المحكمة دارت مشكورة من هذا المنبر النزاهة ديال الحكم ديال القاضي، سيد القاضي، نرفع له القبعة لأنه حكم بالمعطيات اللي عنده. حتى ان الوردي بغى يحتال حتى على كما احتال على الضحايا، احتال حتى على القاضي. قال له بانه نعطي وكاله وغادي ندير الضرر لهاد الناس، وانا انا مستعد انني غادي نعطيهم الشقق ديالهم، الفيلات او الاراضي. بهذا المعنى سطر عليها بانه هذا، ولكن النزاهه ديال القاضي ما شاء الله عليه، خلى قال داك الشيء اللي عنده كله، ولكن حكم داك الشيء اللي عنده في الدوسي. فهذا ما تنفيش حقيقة. دابا حقيقة خصنا نشوفوا مراحل أخرى. علاش ما دخلوش أبناك؟
علاش ما دخلوش سميتو اذاعات الوطنيه؟ علاش ما دخلوش الناس اللي كانوا وراء الوردي؟ انا دائما اقولها واكررها، ما يمكنش الوردي بوحدو يدير هذا الشيء، اعطونا ما وراء الوردي ووسعوا لنا الدائره باش نوصلوا حنا الاموال ديالنا. الفرقه الوطنيه حقيقه عندها الدوسي ديال الفلوس اللي خارجه على برا، عندها هنايا، فهما عندهم كفاءات عليا معترف بها دوليا بانهم ما شاء الله عليهم. كيفاش في الوطن داخل الوطن ما قدروش يوصلوا لنا الفلوس؟ لا يعقل هذا. حنايا ما تنطلبوا منهم الا هما يشقوا لنا الطريق، هما عندهم درايه احسن منا، حنا نقدروا حتى حنا نديروا التحريات، ولكن نعطيناهم هما الكلمه ديالهم انهم يوصلوا لنا الاموال، وهذا هو الهدف ديال الضحايا، لا يهمنا سجنوا او اعدامه، هذا الشيء اللي كاين. فوالا. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا هذا هو موضوع باب دارنا. احكام صدرت حوالي 56 سنة سجن اللي تفرقت على المعتقلين في الموضوع. مشاهدينا الكرام، السيد الرئيس له سعة الصدر، نقش الملف بذكاء ودهاء، وكذلك النيابة العامة مشكورة وفق المساطر المعمول بها القانونية اللي عنده حق فيها في القانون، ولكن يبقى السؤال هو دور المؤسسات ودور الحكومة، ما هي منهجية الاشتغال لتعويض الضحايا في الموضوع؟ لما لا أن تكون لنا منهجية أخرى اللي فيها الرقابة على أصحاب العقار انطلاقا من وزارة الإسكان ومؤسسات أخرى، حتى لا يقع أي مغربي يوما ما في المحظور. مشاهدينا الكرام، الناس دوزوا المرحلة الأولى، باقي الاستئناف، باقى خطوات أخرى، والسؤال المطروح كيفية رجوع الأموال لصحابها. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع هذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات هذه القضية. أسئلة تطرح في الموضوع شيئا ما فيها علامة استفهام. آخر كلمات المعتقل اللي هو الآن مدان في جوهر الموضوع، آخر كلمة ديال أمام السيد الرئيس، يتعهد بأنه يديروا لي وكالة قادر يحل المشكل. هنا كتطرح سؤال، لماذا لم يتم حل المشكل في الأول؟ ثانيا، أين هي الأموال؟ الحسابات البنكية اللي مسؤول عليها فارغة، ما معنى هذه الحيلة بهالطريقة؟ مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع هذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد. لما لا تكون هذا الملف رسالة للحكومة لاتخاذ تدابير بطريقة ممنهجة من أجل الوصول المبتغى، وهو الرقابة وحسن التدبير ومراقبة الشركات في العقار، حتى لا يقع المغاربة ضحية هذا النصب بهذه الطريقة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.